السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في شرح جديد من شروحات قناة الكهرباء والطاقة. لو أنت أول مرة تشوفنا على اليوتيوب متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتتابع صفحتنا على الفيسبوك والجروب، عشان لو عندك أي سؤال أو استفسار. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أسعار الكهرباء الجديدة في مصر اللي تم الإعلان عنها النهاردة، وآخر زيادة كانت في أسعار الكهرباء كانت في يونيو 2018. إحنا تقريبا كده لينا 3 سنين أو 4 سنين كل سنة بيبقى فيه زيادة في أسعار الكهرباء. يعني لو رحنا بصينا كده على الاستخدامات المنزلية هنلاقي ان الزيرة اللي فاتت كانت من 0 ل 50 كان السعر 22 قرش، الشريحة التانية من 51 ل 100 كانت 30، التالتة من 0 ل 200 كانت 36، الرابعة كانت 70، لغاية ما نوصل للشريحة السابعة كانت 145. الأسعار الجديدة في 2019 ودي اللي هتطبق من بداية شهر أغسطس 2018، يعني فاتورة شهر أغسطس دي هتيجي بالأسعار الجديدة اللي هي الشريحة الأولى بدل من 22 هتبقى 30، والشريحة التانية هتبقى بدل من 30 هتبقى 40، والشريحة التالتة هتبقى ب50، والرابعة هتبقى من 70 ل 82، والخامسة هتبقى ب100، والسادسة 140، والسابعة متغيرش زي ما هي 145. فكده احنا لو نلاحظ ان الأعلى نسبة زيادة كانت في الأول 3 شرايح اللي هي الأولى والتانية والتالتة، يعني الأولى الزيرو بتاعتها 36% والتانية 33% والتالتة 38% والرابعة 17%، وأقل زيادة في الشريحتين اللي هي السادسة والسابعة 1.3% والتانية مفيش تقريبا زيادة. أغلب الأحمال السكنية المتوسطة بتقع في الشريحة اللي هي التالتة والرابعة اللي هي من 0 ل 200 و200 و1 ل 350، ولو أنت بتشغل تكييف في فترات طويلة ممكن تدخل في الشريحة الخامسة اللي هي من 350 ل 650 كيلو وات ساعة. فدي كانت الزيادة بالنسبة للاستخدامات المنزلية. لو رحنا كده للاستخدامات التجارية هنلاقي إن الشريحة الأولى اللي هي من 0 ل 100 كانت ب55 بقيت 65، الشريحة التانية كانت ب100 بقيت ب115، والتالتة ب115 بقيت 140، والرابعة من 145 ل155، والشريحة الخامسة اللي هي أعلى من 1000 من 150 ل160، ونسبة الزيادة في الاستخدامات التجارية أقل شوية من الاستخدامات المنزلية. طبعا ده غير مقابل خدمة العملاء اللي اتكلمنا عليه قبل كده، ومقابل خدمة العملاء ده بيكون قيمة بتضاف على الفاتورة بالإضافة إلى قيمة الفاتورة نفسها. يعني انت مثلا لو استهلكت من 201 ل 350 بيضاف لك 11 جنيه، لو استهلكت مثلا من 650 لغاية 1000 بيضاف لك 25 جنيه على الفاتورة، او لو انت في الاستخدامات التجارية مثلا استهلكك ما بين 601 والالف بيضاف لك 25 جنيه على الفاتورة بالاضافة الى استهلاك الكهرباء نفسه. وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ازاي بحسب فاتورة الكهرباء وازاي بعمل تخمين او تقدير للاحمال عندي سواء كانت منزلية او تجارية، هتلاقي الفيديو ده في الوصف اسفل الفيديو، وهسيب لكم برضو اللينك بتاع تعرفة الكهرباء الجديدة من موقع وزارة الكهرباء في الوصف. برضو في انفوجراف كده عامله موقع دوت مصر عن الزيادة ورابطها بالفلوس اللي هتدفعها. يعني انت مثلا لو استهلكت 200 كيلو في الشهر كنت هتدفع 78 جنيه بالاسعار بتاعت 2018، بالاسعار الجديدة اللي هتبدأ من اغسطس 2019 هتدفع 106، لو انت بتستهلك مثلا 300 كيلو هتدفع 193 بدل 153، او لو انت استهلكك 400 كيلو هتدفع 288 بدل 237 جنيه. فدي الاسعار الجديدة بتاعت الكهرباء. في شوية نصايح كده المفروض نعملها عشان نقلل استهلاك الكهرباء بقدر الامكان. اول حاجة لو انت عندك لمبات عادية او فلوسنت او لمبات عادية مفروض بتغيرها بلمبات ليد، لان ده بيوفر جامد في الكهرباء. لو انت عندك اجهزة هتشتريها جديدة يعني زي التكييفات او التلاجات او الكلام ده، يعني خليك في الحاجات اللي هي بتشتغل بتكنولوجيا الانفرتر، لان ده بيوفر كتير في استهلاك الكهرباء. يعني التكييف مثلا ممكن توفر من 40 ل 50% من استهلاك الكهرباء، وده رقم مش قليل. يعني ابعد عن السخانات الكهرباء، لان مهما كان ارتفاع سعر الغاز مش هيبقى برضو زي سعر الكهرباء. ده كان فيديو سريع بس كده عن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وأتمنى تتابعونا في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. لو في أي سؤال أو استفسار سيبولنا في الكومنتات أو على جروبنا على الفيسبوك. شكرا.